المتتبع لنتائج مرور ميليشيا صالح والحوثي في مدينة تعز يجد منظومة متكاملة من الممارسات العبثية والتدميرية، ممارسات اكتوى بها وبتبعاتها كل فرد وأسرة ومجتمع في مختلف أنحاء المدينة. من هذه الممارسات ما هو ظاهر للعيان كأعمال تخريبية لحقت بالمباني والمنشآت الخدمية وأخرى خفية طال ضررها الإنسان، كل إنسان في هذه المدينة بمسكنه ومشربه وصحته ومعيشته. ضرر ألحق الأذى وفاقم العلل، نشر الخوف وشتت الأسر، قطع الأوصار وفرق بين المجتمع، ولا زالت تبعاته حتى بعد المرور قائمة. هناك أضرار بشرية وأضرار مادية. الأضرار البشرية، هناك ناس تضررون من القذائف، منهم من بترت أقدامه، منهم من حصلوا على يعني زي الفقيعة كانت تأتيهم القذيفة، لو حصلت البيت حقهم فجأة تحصل له السكر انفجر عنده أو فشل كلوي. وهناك أضرار مادية، البيوت حقهم من راحت، تمام، وفي ناس يعني راحن عليهم الخزانات وراح عليهم حتى المواشين. هذه الممارسات التدميرية وآثارها نموذج وجدناه في حي وادي عمد من مديرية المظفر غرب المدينة. هذا الحي يطل على الخط الرابط بين منطقة بير باشا مرورا بجامعة تعز وحي الدحي وبين منطقة المرور وسط المدينة. مطلة ومشرفة على جميع المناطق، منها تبة الخوعة التي كانت تطل على المدينة، وتبة البركاني، والدفاع القوي. أدركت ميليشيا الانقلاب هذه الميزة وتمكنت من السيطرة عليه في النصف الأول من العام 2015، واتخذت منه معبرا، معبر فصلت فيه غرب المدينة عن شرقها، منعت الماء والغذاء والدواء، ومارست أبشع الجرائم والانتهاكات الإنسانية. أغلب الضحايا لا زالوا يعانون من تبعاتها حتى اليوم. محصر إن الناس لا يجزعوا المطرع ولا يجزعوا منزل، ما كنت قام لبرباشا. سياسة تفرض على الناس، يعني ما فيش الغاز ممنوع دخوله، المواد ممنوع دخولها، الأشياء يعني كان في نوع من العدوانية، نوع من العدوانية على الناس، فما كانش الإنسان يستطيع أنه يمر بسلام أو بأمان إلا بتفتيش. كانوا الناس أحياناً يرقدوا عندنا في عمد لوق الساعة 5 وذا، ما فيش خلاص تغلق المعبر وما فيش، والناس يعني كان حتى اللي معه كيلو طماطم يحسن أنه علو. اقتطع الكهرباء، اقتطع كل شيء، انقطع علينا. يجيك الوقت ويدوشوا له، يجي 70,000 مواطن يكشوا لا تحت الوقت هذا، بعضهم يحصلوا بعضهم ما بش. من مغرب طلع من الفلسطين طفئين بين خط احمر، هذا اقول بحق الاصيق قال جنب القدر اقول طفئ طفئ. احنا تحت سيطرة الحوثيين، هم الكلام كان لهم والرأي لهم، تمام، احنا ما لناش اي كلام ولا شيء. عبد الحكيم احد ضحايا حصار الميليشيا في هذا الحي، اصابه انعدام الدواء بتليف الكبد، وتفاقمت الحالة لتنفجر امعاؤه، وإمكانية إنقاذه أصبحت ضئيلة جداً. جرم الميليشيا بحصارها منعه من التداوي في مراحله الأولى. مع الحرب قلت لي المرض قالي فقاه، عرضت نفسي على دكتور قال لي عندك بداية تليف في الكبد. طبعاً بدأت أتعالج من عند واحد لعند واحد، من عند واحد لعند واحد، وتطور المرض لما وصل التليف لعندي إلى 90%. فمع نقص العلاجات
تطور المرض زياده 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 لما وصل الى 95%. فلما وصل الى 95% الدكاتره قالوا لي خلاص ما فيش معك عندك فائده، ما بقول له عمليه زراعه كبد بالخارج. الان مهما تعالجت ومهما طلعت مهما نزلت ما فيش فائده، لازم يقول لك انه من عمليه زراعه كبد او تستعمل العلاجات هذه، والعلاجات مكلف. الحاله تطورت مع الحرب، مع الحرب، مع الخوف، مع الهلع. يعني كان لا في لا امن ولا استقرار ولا تقدر انك تنام من بيتك ولا هذا، هذا يضاعف من المرض. وبعدين وصلنا الى ازمه انه ما تقدرش تشتري العلاج، كان ما فيش اعمال، ما فيش داخل، ما فيش كذا، كان الصعب انك تقدر توصل للعلاجات، لان المغذيات وصلت الى 22000 او 25000 البومين، كنا نستعملها اسبوعيا، فكان هناك مستحيل انك تقدر تشتري علاجات. هنا تأثرنا وزاد المرض. لم يكن الحصار وانعدام الدواء فقط من ضاعف أوجاع عبد الحكيم، بل كان للتصعيد العسكري الذي أقدمت عليه الميليشيا في حي اتخذت منه مواقع عسكرية مباشرة للمواجهات، كان له الدور الأبرز في خلق الخوف والفزع جراء القذائف وأصوات الانفجارات وأزيز الرصاص، ليضاعف من حدة مرضه بشكل أكبر. الفقعات وال مع ال ال طبعا كنا ساكنين هنا بالبيت، كان طبعا الحوثيين هنا عندنا، كان يقع يعني اشتباكات رصاص وقنابل وهذا، طبعا كان يحس يعني زي ما تقول حالة من الرعب، من الحالة النفسية، تكون نائم وتحصل مثلا تقرح قنبلة صاروخ وهذا، تتأثر نفسيا أو تقوم من المنام وانت بغب النوم، طبعا يزداد من المرض هذا حق الكبد. انا عندي عائله، عندي اطفال، عندي كذا، وانا يعني ما اقدر شيء، يعني خلاص واقف عن العمل، مقيد. يلا يلا ان علم يصدقوا علينا الناس بلقمه العيش للاطفال، والمغذيات حقي من 16000، وانا بحاجه الى مغذيات باستمرار، علاجات مدرات للبول، علاجات حق منشط الكبد، علاجات غير كذلك مرطبات، فاحتاج علاجات. جرم آخر مورس بحق سكان هذا الحي، لكن من قبل طيران التحالف العربي الذي لم يراعي واقع الحياة فيه ولا مدنية المكان، فأسقط صواريخه بشكل عبثي كما يصفه السكان الذين عايشوا تلك العمليات، فلم تسلم منها أرواحهم ولا ممتلكاتهم. قولا كان ده صواريخ كنو هاد ملكانا ضربني كا كان عقب كان اشتخلنا لما ايش كان حويه دي مقيم زارب وشجار كان نسح حويه الوائره حق الغرفه ديك، والله العظيم اني حصلت انا عرض ما كان حق قال مكاني كان نسح بيتك كنا سحول رفعنا كل العرض غرفه وجاش علم لك كيف هي، شوف كيف شقنا اقدرها نزلت حتى هذيك الخلطه اللي جنب اتوق فلتها علم لو قعد نطفه ما سرح كلها مرقدنا. بالله عليك ايش اللي كان موجود عند الطلقه مثلا لما يضرب، ايش اللي ضرب، ايش اللي حققوا النتيجه؟ هذا ظلم. احياء سكنيه ومدنيه اللي تضرروا اكثر، ما فيش حوثيين اللي تضرر ولا في قوه، هم ثلاثه او اشخاص افراد او اربعه افراد، يعني راح منهم واحد. أنا كنت راقد بهذا المكان، أقسم لك بالله أنا اشتلت من الطرف هذا لا طاقة، ما جاني ما شلنا نفس فرخ. أخرج لك أشوف البطاقة، أشوف الغبار عمي، قلت أنا خلاص انتهى عمي.
لما شفت انه انتهى الغبار هذاك قلت الحمد لله ان عاد البلد حقنا. والضرب الصقر هذا كان الشظايا ضرب الا داخل الجبل هذاك لحد الحين. والله العظيم سبعه برمضان عصر ان لا قلبت دبابه، وبعد اسبوع قاع من لا واحد قلبك اقل هذيك حقت حاله. كما هو الضرر المادي كذلك هو الضرر الجسدي والنفسي لحق بالسكان القاطنين في محيط القصف. من هوله لا زالت تفاصيل أحداثه عالقة في أذهانهم حتى اليوم. قصيت أسبوع مع سر شقوم من هذه الضربة، وجد غلق حقت التولقة اللي بما بالدكان ثالث مرة بعد شهرين. قال ولا ابو حاجه، لكن قابو قائد ولا عسكري ولا طاق ما يضرش، نقول قضربه. ما حصلنا من التحالف، حصلنا الفقايع اقزع ركبي سقع. هذه ولدت الكثير من الامراض لدى الناس حقيقه، منهم يعني من صار لهم فشل كلوي. هذا نادي صق حوالي 8 أو 10 صواريخ في النزلات الواحدة، كان ينزل أكثر من 6 أو 7 مرة صواريخ ضربوا نادي الصقر. يعني خلاص بعد فاقعة كبرى لدى المواطنين، رعب. الناس ما استطاعوش أنهم يخرجون بيوتهم من منازلهم، يعني خلاص إيش يعمل الناس. الساعة 1:30 بعد نص الليل خلاص معهم كل أمتك الحريق ما طبقهم بعضهم بعض، وسكتين على ما بوشي ما بوشي ما بوشي ما بوشي. والحمد لله ما الفجعة قيد الحين بروني يدعى لي هل حد كلا أسعف. خلاص قد خلينا على الشرايين حق الحريم المرض، ما تفكر ما هو. احنا عشنا بعيشة تمام، احنا مواطنين يا أخي زينا زي حالنا، والله احنا مع صالح ولا مصلح، دور لقمة العيش. والدكان حقي آخر عمل، ولا عبو حوثي ولا عبو شين هذه اللي تحت التولقة، ولا عبو حويثة. بس لو كنا الشام حق الحويثة بس أضرب النكب الليل ولا أي حاجة، لا داخل ولا حويثة ولا داخل سلاح ولا داخل شيء. كانوا يدخلوا يخرجوا عيا. لما كان ملعن حويثة والله ما ضربه الطائرة، إيش رأك؟ والله ما ضرب انه لما كان يحبس وقيد داخل كان قسم لهم. هون زلقوا كان بالجامعه قال له انا ارقدي بساعه الساعه 2 بالليل. يعني تكون انت راقد امن بيتك وضرب الصاروخ قم بيتك خلاص تقوم زي المجنون، يعني حاله نفسيه. أكثر الناس يعني جنون، وأكثر الناس يستوتبون حالة نفسية، أكثر الناس مرضوا، أكثر الناس ماتوا. كم من واحد مات من الرعب والحالة النفسية؟ يكون بقب النوم ضرب الصاروخ قم البيت حقه خلاص يطير لك مجنون أو يتوفي. والله متأثرين بشكل ما يتصور، والله يا جزيلتهم لقد عالجوا حتى الآن، لقد عالجوا من الفجيعه ومن الضغط. هذا من الضغط ما بلا واصل، احنا وهن ضغط بنات شباب يعني، والضغط بيني ما تقول ما تقرش على نفسك يا اخي. لما انت عايش امن بامان الله ويجي لك كبدك. لكان قمات حوثه ما يضرش، ماتوا مواطنين مننا فينا، قتلونا احنا ما قتلوش الحوثة، والله ما قتلونا الا احنا. احدثت العمليات العسكرية التي دارت في هذا الحي من قبل ميليشيا صالح والحوثي على الارض، وتكرار عمليات القصف من قبل طيران التحالف من الجو، حالة من الرعب لدى السكان. هذه المفردة ربما تم كبتها وتجاوزها عقب تلك الأحداث، لكنها في المقابل تحولت لدى الكثيرين إلى حالات مرضية خطيرة،
هذا ما تأكد أمامنا في حكاية هاني محمد الذي يعاني من تضخم في القلب والكبد، حال يعتبره محمد نتاجا حقيقيا لأحداث الحرب المتراكمة والمستمرة. أنا طول بعد الصواريخ على طول سرحت عدنش اشتغل، روحت لفق الفراش لي سنة ونص أعاني من المرضى، قالوا تضخم بالقلب، ثم بعد القلب أقالي الكبد. مستشفى الجمهوري قالوا من الحبوب من العلاجات، الآن أعاني من الكبد أزيد من القلب. الآن العلاج حقي ب 22,000 بالأسبوع، ما نص قادر أشتره. الحرب هذا والقذائف والصواريخ اللي أثرن عليه، دريت أبو صنعاء ولديت الجمهوري، بعد رجعت إلى صنعاء، من صنعاء رجعت عدن، يعني لي سنتين مروح سنتين وأنا أدري بعده ولا حصلنا فائدة. ما كنا أقول لك في بالكبد القلب الرئتين ولا درينا، وانتفخ وبدل الإبرة 17,000 حق السوائل هذا منتهي، ورجع ثانيا من جديد. لا علاقة فادنا ولا دكاترة فادنا، أخبر لكم وجهك كله. ثلاثة أعوام ونصف منذ اندحار ميليشيا الانقلاب من الأرض وتوقف قصف طيران التحالف من الجو، ولا زال سكان حي وادي عمد يعانون تبعات تلك الأحداث والممارسات العبثية بحقهم، ممارسات ورثت في أجسادهم الأمراض والأسقام والعلل من جهة، ومن جهة أخرى أفقدتهم سبل العيش ومصادر الدخل وفرص العمل. وحال لسانهم يقول كفى حربا وعبثا بقوتهم وأرواحهم. فقدنا كل حادثنا وهالنا تلطر عذاب وحرب من كل جهة، ما تقدرش تخرج وانت خاف على نفسك رصاص لا تقدر تقتله بالشارع، ما عاد الا ستر ربي ساتر علينا. فقدنا انفسنا، فقدنا اولادنا، فقدنا التعليم، فقدنا كل شيء، اي كل شيء جميل فقدناه بالوطن هذا. كنا عايشين الحمد لله وفقدنا، اصبحنا مفقودين حتى انفسنا. ايش اللي معقول؟ ايش اللي عاد معقي معانا؟ ما فقدناهوش. قطعوا رزقنا، الحوثة حاصروا وذوك حاصروا، ولا لا مع المقاومة ولا مع الحوثة ولا مع شيء، احنا رعية مزيلين الدول. احنا لا نريد، نريد السلام، نريد ان نعيش، نريد ان ناكل، نريد ان نعيش انفسنا، اولادنا نريد ان ندرس اولادنا. الان اولادنا وبناتنا محرومين من التعليم تماما. على حسب من؟ جيت الحرب توقف، نأمن ونرجع ونرجع وناكل ونشرب ونشقي ونرجع ونرجع. بوش قابل المدينة ذا ولا قفزنا المدينة الثانية. الحين انت روح. اشتي الحرب توقف من شان ابنائنا اطفالنا، احنا خلاص اعتبر ان احنا خلاص ميتين، لكن ابنائنا واطفالنا حرام. يعني اذا كان ابنك الطفل يربي هذا على حروب، على ذا لا تعليم، لا يعني لا امن لا استقرار، يعني كيف بيتربي هذا الجيل؟ ايش بي يبي تربي قيل يعني بيرجع يعني خلاص زي ما يكونوا تجار حروب، بيرجعوا تجار حروب.